أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من
أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم.